هنعمل مع بعض دلوقتي بقى حاجه لطيفه جدا، وهي قالب الباذنجان. باذنجان ونقليه ونخليه رفنوع كده، ماشي؟ طبعا دوت واخد وش دقيق وبعدين متحمر. رز، طماطم، بصل، خضره وشويه زيت بس. نجيب شويه زيت ونجيب بصلايه كبيره، شويه ملح، اكتر زيت تاني عشان ايه دي زيت الرز، الطماطم المفرومه، شويه فلفل اسود، شويه ملح كمان عشان الرز، شويه بقدونس وكزبره، انزل لها الرز، دول حوالي 3 كوبايات من الرز، ماشي كده. شلتها من على النار، اجيب بقى ايه اي صينيه، اجيب بتنجان المقلي دوت، بصوا كده الشكل ده كده، يعني كده واخده الارض كده واخده فوق، واخده الارض كده وفوق، نملى بقى ايه الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، احط على وشها بتنجان برضو، ورغي بقى ميه، وحاطه قد كميه الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، واغطي وادخل بقى الفرن، تقعد لها حوالي ساعه الا ربع.